بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن النجم الشاب تامر عاشور، بناء على طلب خاص ان احنا نتكلم عنه. يعني هنقول في عجالة عن رحلة تامر عاشور في بدايته الفنية ووصل للنجومية. الاسم تامر عاشور احمد دبة، من مواليد برج الجدي، ولد في حي السيدة زينب بمدينة القاهرة، مواليد شهر يناير عام 1984. له من الأخوة ثلاث أفراد. تامر عاشور درس الموسيقى في كلية الموسيقى لمدة 3 سنوات، طبعا ما كملش فيها، يعني عشان المصروفات يعني والعيشة كانت صعبة. ثم حول إلى كلية التجارة جامعة عين شمس انتسب في كلية التجارة. بدأ الفنان تامر عاشور يمارس التلحين كهواية في سن 17 سنة. تامر عاشور عمل أكتر من 15 أغنية من عام 2004 إلى عام 2008. كان أعز الأصدقاء لتامر عاشور هو الراحل المطرب عامر منيب، وتامر عاشور لحن لعامر منيب أغنية نفسي أقولك. أول ألبوم غنائي لتامر عاشور أنتجه كان عام 2007، كان اسمه صعب، وحقق هذا الألبوم نجاح ساحق في ذلك العام. وفي عام 2008 أنتج ألبومه الثاني باسم حد بيحب، وحقق هذا الألبوم إيرادات كبيرة تفوق الحد الطبيعي. في عام 2012 خطب تامر عاشور سمر أبو شقة، وهي من خارج الوسط الفني، وأهداها أغنية بيتنا الكبير بمناسبة الخطوبة. وبعد إتمام الزواج بشهرين حصل خلافات بينهم بسبب عدم وجود تفاهم فانفصل. ثم رجعوا إلى بعضهم تاني وأنجب طفلتهم اسمها أيام. وتامر عاشور كان خطب ملكة جمال مصر دارين حلمي ومراته على ذمته اللي هي سمر ابو شقه، واتفصلوا عن بعض مرتين ورجع لمراته اللي هي سمر ابو شقه لحد الان. اخر البوم لتامر عاشور تم انتاجه في شهر مارس عام 2019، واسمه حبيبي انت. تامر عاشور مطرب وملحن وكاتب أغاني، قدر إنه يصعد إلى القمة في فترة قصيرة، وقدر يعمل جمهور كبير يبقوا عشاق تامر عاشور. وإلى اللقاء مع نجم قادم.